مش التخفيض، احنا هنخفض لكن المصروفات تبقى في مكانها زي ما بيقولوا. فاكيد في خطوات كتير احنا هنقوم بيها بما لا يخل لدعم الجوانب الفنيه. هل السيد وزير الشباب والرياضه ليه دخل في اختيار المدير الفني المنتخب المصري لكره القدم؟ اطلاقا. لا بص استاذ احمد، الفتره اللي كان فيها حصل استقاله للاتحاد المصري وكنا يعني لازم نبقى بمنتهى الدقه والتؤدة لاي لعدم وجود اي خلل للادرار بالكره المصريه، كنا متحملين المسؤوليه كامله في المسانده اللجنه الخماسيه ثم الثلاثيه التعامل معاها لغايه لما وصلنا لبر الامان وحصل انتخابات. الجمعيه العموميه جابت مجلس حالي بيرأسه الاستاذ جمال علام مسؤول، واحنا مسؤولين احنا نراقب ونحاسب. الاتحاد مسؤول ان هو على الاختيار بتاعه، لكن احنا كمان عندنا يعني زي ما قلت مع حضرتك قبل كده مشروع كرة القدم وليس موضوع اختيار مدرب. اختيار مدرب ده الاتحاد المصري ده اختياره وعنده جماعة عمومية، لكن اكيد احنا عندنا تصفيات كاس عالم 2026 في كاس عالم، وعندنا كمان 2025 كاس امم افريقيه، وعندنا 2023 امم افريقيا اللي هي امم افريقيا اثنين امم افريقيا واحده 23 واحده 25 و2026 كاس عالم. اكيد دي مستهدفات كبيره جدا، لازم يكون الاتحاد المنتخب الحالي عنده المستهدف مسؤول عن اختياره بشكل مطلق، لا يتدخل الوزاره او الوزير في هذا المطلق، لكن اكيد متطلب اساسي احنا يعني الجماهير المصريه كلنا مع المنتخب بالذات، وبصفه حضرتك شفت كلنا كنا مع المنتخب الفتره اللي فاتت وكنا متحملين المسؤوليه بالرغم ان كان فتره صغيره جدا للمدرب الاجنبي، وقلنا يفضل المدرب بقاله 6 شهور وحش او حلو ايه الخطط اللي جايه، يبقى في مشروع مش موضوع مين المدرب اللي موجود، موضوع مشروع. احنا لن نرضى الا يعني بشكل المنتخب، لو بتتكلم في كرة القدم اتكلم من باب الرؤية والخبرة وليس من باب ان احنا المسؤولين او المسؤولية. احنا المنتخب الحالي فنيا متوسط الاعمار صغير، والمنتخب الجيلي الحالي من اكتر المنتخبات اللي فيه محترفين على رأسهم بهذا الشكل، على رأسهم كابتن محمد صلاح. اذا يعني نظريا كده احنا عندنا لغاية 2026 الجيل ده مكمل، بالإضافة على عندنا الدوري المصري غير الدوريات الأفريقية يعني في زيادة في الأداء بتاعه عن الدوري الأفريقية. كمان احنا عندنا 5 فرق اللي طلع 2022 هيبقوا 9 فرق يعني لكأس العالم 2026 يعني فرص أكتر، لكن في نفس الوقت احنا لن يرضينا إلا التنافس وبقوة وبأداء للفوز بالبطولات الأفريقية مرة تانية وظهور المنتخب بأعلى مستوى. فبالتالي مجلس إدارة اتحاد الكرة مسؤول أمامنا جميعا للاختيار وحسن الاختيار وحسن الإدارة، وإحنا هنتابع. طيب كمشجع مش الوزير المعني أو المسؤول، شفت اختيار كابتن